السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة مع بعض فيديو ظريف وكويس. طبعا ده الفرن الفلاحي الاصل يا جماعة بالنسبة لنا، ده الفرن اللي شغال عندنا في المنطقة اللي حوالينا. زي ما انت شايف ديت النار بتاعته ومنظره في البداية كده، نشوفه مع بعض. وديت بنسميها الشاروقة، ولف النار اهم حاجة ان النار تلف زي ما انت شايف بالطريقة الجميلة اللي انت شايفها دي. فيديو خفيف وبسيط. الفرن ده بيتقبى وبيتعمل شغل عشوائي كده يا جماعه، ما بتعملش على خيط، وبتعمل شروقته على ناحيه واحده. وزي ما انتم هتشوفوا طريقه الشغل والعمل قدامكم، زي ما انتم شايفين النار اهو بتلفها بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسناش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه ليصلك كل جديد باذن الله. الفيديو طريقته بسيطه ومش محتاج شرح كتير. النهارده زي ما يكون كان يوم عالمي، يوم الفران والكوانين. طبعا انا منزل قبل كده اعمال كوانين كتير، فانت هتشوف الفرن ده وجنبه كانون هيتعمل. وفي نفس اليوم برضه عملنا فرن تاني وكانون تاني، تمام. ففي اخر الفيديو برضه هتشوف الفرن التاني والكانون التاني مع بعض. اتمنى ان هو يعجبكم، ودي حاجه بس بتوفر غاز. وطبعا انا بعمله بالاسمنت زي ما انتم شايفين، ده انا بعمله بالاسمنت مش بالطين. طبعا الاول كل الناس كانت بتعمله بالطين، بس حاليا هو الموضوع مش مكلف. شويه بلوك قدام على شويه طوب ونصاص وكلام من ده بتعمله بشكاره اسمنت بس، وبتعمل احلى فرن والدنيا بتبقى تمام معاه. بيوفر معانا في الغاز، زي ما انتم عارفين ان الغاز غالي. وطبعا انا في بلد ارياف، وكل الارياف عندنا والله وناس كتير ما شاء الله يعني مبسوطين، بس حابين ايه يعملوا في الفرن الفلاحي ويطبخوا على الكانون برضو، باكل بيبقى صحي ومية مية. طبعا زي ما انت شايف انا ببدأ اني اعمل مدمكين بلوك، وبعدين باخد عليهم مدمك كده بالطوب الاحمر اهو، وبلف دي تبقى الارضية اللي هي بتاعت الفرن. وبعدين هرجع احط بقى ايه العرصة اللي هي بتحط عليها، ايه دي اللي بتحط عليها العيش. طبعا حطيت العرصة ديت فيها طبعا متطبقة شوية، باخدها الوقت هعدلها. وطبعا بحط الحديدة اللي هي جنب الرجل الحاج اللي واقف ده، بنبقى ايه بتحوش مثلا لو في عيش في بتاع تبقى ايه صدى شوية، ان مفيش حاجة تقع ايه في الشراقة ورا هنا، تمام. ببدأ اللي انا اشتغل بقى زي ما انتم شايفين اهوت، بلف على طول كده، بقفل شوية بشوية، يعني بقفل الطوبة شوية بشوية سنة بسنة. كل مثلا ايه طوبة بتاخد لها 3 سنتي ايه، بس بتقفل على قد ما تقدر، يعني مش تقفل كده حاجة بسيطة، لا بتقفل على قد ما تقدر، تقفل 2 سنتي 3 سنتي في الطوبة على طول وانت شغال. بيبدأ عندك ناحية عدلة طبعا وناحية دورانة، تمام. بالناحية العدلة زي ما انت شايف ايه بكسب، بتحط الطوبة كده بتكسرها عشان يبدأ يلف معاك برضو ايه، تبقى طالما عدلة بتبقى دوران، لأن العرصة اللي هي قدامك دي عرصة عدلة، تمام. العرصة العدلة مشكلتها ان هي بيبقى فيها ناحية عدلة زي ما انت شايف كده، وبالناحية التانية بتبقى دوران، فبيبقى مقرف شوية في ايه في ابو. بس هو شغله سهل، لأنه هو شغله يعني ايه بالنظر كده، يعني انت بتعمله بالنظر وخلاص بتقبيل. المهم ان هو يقفل معاك في الاخر، مش زي القبة بتشتغل على خيط وكلام من ده وتعمل نظام كورة وكلام من ده. طبعا انا عامل الوش ده، الوش ده حتة برميل قديم بايظ خالص زي ما انتم شايفين كده، مسكته عدلته وعملته دوران كده لفته على ايديا، تمام. عشان ايه يظبط معايا الدنيا اهو، بدأ بيلف معايا زي ما انت شايف اهو، ببدأ بواحدة واحدة واحدة زي ما انت شايف اهو الشغل اهو. اتمنى ان الفيديو يعجبكم يا رب، وما يكونش ان هي حاجه يعني وحشه، وحاجه تعجبكم يا رب. والحاجه ديت والله هي الناس كتير بتعملها، يعني انا كان جاي لي في اليوم ده ثلاثه، عملت 2 وتاني يوم عملت 1 كمان، في وماشي يعني رايح لناس بعيد عن بيتي حوالي 50 كيلو، تمام. فحوالينا كل عامه، انا من كفر الشيخ من طبعا لحد بيسمعني ده، انا من دوله مصر محافظه كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ معروفة ان هي طبعا ارياف وبلد زراعية واحسن ناس، وانا شرف ليا اللي اكون منها. فالناس دي كلها بتحب ان هي ايه تعمل حاجة زي كده، وتبقى تاكل منها وتشرب منها حاجة بسم الله ما شاء الله، اكلها لها طعم تاني واحسن من الغاز 1000 مليون مرة، تمام. اهو ده زي ما انت شايف اهو، بقبي وبقفل واحدة واحدة لحد ما بيقفل معاك الفرن، ما بياخدش معاك كتير خالص. يعني انت تعمل الفرن يعني لو انت شغال على طول والحاجة جاهزة معاك، مش هياخد معاك يعتبر ساعتين شغل، تمام. هنشوفه مع بعض واحدة واحدة. اتمنى يا رب ان انا ما اكونش
صوتي مزعج لكم ولا اكون مضايقكم في حاجة، ونفسي ان انتوا تواصلوا وتتكلموني في التعليقات. اللي عاوز حاجة او محتاج حاجة اللي انا انزلها له، طبعا اللي بيطلب مني اي فيديو ديكورات زي ما الاخوان طلبوا، والله بكرر الفيديو تاني وبرجع اشرح تاني، وبتمنى ان الناس تستفاد. انا كل اللي فاتي ان الناس تستفاد قبل اي شيء، لان انا بحب استفاد برضه، بحب اخد المعلومة. يعني الواحد بيحاول انه يطور من نفسه على قد ما يقدر. طبعا اللي بيجي قدامي انا بنزله لكم اي ان كان قدام، لان ربما واحد يكون عارف الكلام ده وبيشتغل فيه بس غير متعرف. طبعا انا ببدا اهوت اللي انا ايه اقفل خلاص، اخر طوبتين اهوت بتحطهم كده قدامك زي على سيفهم كده اهوت، وبعدين برجع طبعا بجربه وهو لسه بالاحمر كده على طول، ما تقلقش منه خالص تمام. وبتجربه عشان اهم حاجه انك انت تشوف الشراقه بتاعته بتلف والنار بتاعته بتلف زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. اهم حاجه في الموضوع ده كله ان النار تلف زي ما انت شفتها في اول الفيديو وهتشوفها في اخر الفيديو معانا تمام. دي اهم حاجه في الموضوع، لان هو لو ملفش طبعا ما بيحمرش الاكل من فوق، وما بيعملش ما بيطلعش وش مثلا العيش اللي فيه ما بيحمرهوش كلام من دي، فلازم انا اشرق ان هي تلف وخلاص تمام. فزي ما انتم شايفين اهوت، الواحد بيبدا بقى ان هو ايه يساوي بقى، يحط شويه منى كده على الشويه اللي فوق زي ما الشوية اللي فوق كده اهو، واحدة واحدة. طبعا ده الكانون اهو يا جماعة، ده الفرن الاولاني خلص، وده اتغفق تمام محارته تمام وبقى مية مية اهو. طبعا هو اتمحر دلوقتي شوية شوية اسمنت كده، ما شاء الله ده متين جدا، ما تقلقش لا يكسر ولا يشرخ ولا النار تعمل ولا الكلام ده خالص. وده طبعا كانون اهو جنبه، ده بقى الاكل الفلاحي يا جماعه بتاعنا، وده ايه معظم عيشتنا بتبقى على الحاجات دي اهو. زي ما انت شايف الكانون ما شاء الله عينين وشغال مية مية. وطبعا هتشوفوا برضو اللي معايا برضو واحد تاني عملته تاني في نفس اليوم. طبعا هي الفتحة واحدة والجزء عيون برضو، وعم بتعملهم على قد الحلة اللي هيشتغل عليها. ده الفرن التاني والكانون التاني برضو تمام. اتمنى ان الفيديو يكون كويس لكم وما يكونش ازعجتكم، واتمنى ان انا فدت الناس، ويا ريت لو حد عجبه الفيديو يا ريت يشيره على اوسع نطاق، الناس تشوفه والناس تستفاد. وحاجة بيوفر معانا والله يا جماعة الحاجات ديت، يعني بنقل حمية بتشتغل زي ما انت شايف شكل النار وشكل الشراقة بتاعته اهيت، والنار وجمالها حاجة يعني منور ما شاء الله. طبعا ده هيتنضف من جوه يبقى مية مية. اتمنى ان انا اكون فدتكم، ويا ريت يا ريت ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوف قناتي، ولو انت مشترك عني يا ريت تعمل لنا لايك. وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا ذكر الله اهم حاجة يا جماعة، والصلاة على الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.